صبر فلان صبر أيوب. من الأمثال الخالدة في الصبر العالي منه قول الشاعر محمد المعولي: سأصبر صبرا صبر أيوب دونه، ولا أظهر الشكوى ولو مسني الضر، وإن قيل إن الصبر يضني فإنني أطيق الضنا في الصبر ما دام بي عمر. فما المراد بصبر أيوب؟ أيوب عليه السلام من أنبياء الله، يضرب باسمه المثل في الصبر على الشدائد فيقال صبر أيوب. كان أيوب عبدا صالحا ورعا، امتحنه الله بالغنى ورزقه الأهل والبنين، فكان من عباده الشاكرين الحامدين، وتحول بيته قبلة للفقراء والمحتاجين، فكان يجود عليهم بماله وطعامه، وكان لا يتناول طعاما حتى يزوره ضيف فقير، فأعلى الله مكانته واصطفاه نبيا، ثم امتحنه بالمصائب. فقد أيوب المال والأهل والولد، وداهمته الأمراض المزمنة، لكنه في الصبر كالجبال الراسيات. تلقف الابتلاء بالحمد والثناء فامتدحه الله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. جاءته زوجه يوما وقد أصابها الضجر، غضب أيوب وقال: كم لبثت في الرخاء؟ قالت: 80 عاما. قال: كم لبثت في البلاء؟ قالت: 7 سنين. فقال: أما أستحي أن أطلب من الله رفع بلائي وما قضيت فيه مدة رخائي؟ طال مرض أيوب عليه السلام إلى أن هجره كل الناس حتى زوجته، ولما اشتد به الضر دعا ربه بتفريج الكرب، فاستجاب له ورد عليه ما أخذ منه من مال وصحة وأهل. أعانكم الله على الأقدار بالصبر الجميل.